السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ بالفيديو خلونا نصلي على النبي ونذكر الله. بدنا نوصل 2,000,000 مشترك، لهيك اللي ما له مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يصلك كل جديد، وجميع الدوال تكون عندك. اليوم حنحكي عن دالة السم إف. دالة السم إف يلي هي عبارة عن إضافة شرط لدالة الجمع. مثل ما بنعرف نحن حكينا عن دالة الجمع، إذا ما شفت الفيديو فبإمكانك ترجع للفيديو اللي قبله وتشوفه. اليوم حنحكي عن دالة السم إف بشكل سلس وسهل وبسيط، ما يكون معقد لأي حدا، وبيقدر من خلاله يحترف هاي الدالة وجميع الدوال إن شاء الله. عشان تعرفوا كل هاد خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. اليوم مع كورس تعلم برنامج مايكروسوفت إكسل من الصفر حتى الاحتراف. اليوم حنحكي عن دالة السم إف. دالة السم إف اللي هي عبارة عن إضافة شرط لدالة الجمع. طيب كيف يعني؟ يعني مثلا أنا عندي هذا ملف العمل، تمام؟ طيب أنا بدي أعرف مثلا مبالغ الواردة من أحد هدول المهن: حارس، بائع مواد، بائع خضرة، موظف. طيب كيف بدي أساوي؟ دالة الصم تجمع لي نطاق معين، ما في إلها مجال إنك تحط لها أي شرط، تمام؟ طيب نجي لموظف، نكتب بالبداية يساوي مثل ما اتفقنا. دالة الصم فطلع لي أنا هون عندي كل شيء بخص الصم، الصم والصم إف والصم إفز. سم إفز يعني عبارة عن أكثر من شرط تضيفه لدالة الجمع، يعني أنا اجمع لي بس هذا اللي حطيت لك إياه بهذا الشرط. فأنا حأختار سم إف، نكبس على تاب. أعطاني هون دليل الدالة اللي لازم بالبداية يكون عندك الرانش، بعد منا الكتيريا، بعد منا السم رانش. طيب شو يعني هذا الحكي؟ أنا ما فهمت شي منه. طيب قال عنا حتفهم كل شي. عندك الرانج، الرانج اللي هي النطاق اللي بدك تختار منه الشرط. يعني مثلا انا بدي اقول هلا انه اجمع لي تبعات الموظف، فالموظف هو الشرط، فبدي احدد له النطاق اللي موجود فيه الموظف، يعني عمود المهنه، تمام. طيب الكتيريا اللي هي الشرط الموظف. طيب السم رانج اللي هي العمود اللي بدي اجمع منه الخلايا. طيب خلونا نطبق هالحكي هذا. خلونا اول شيء نختار الرينج اللي هي النطاق تبع الشرط اللي بدي اختاره، فهي بدي اياه من عمود المهنه. كنترول شيفت سهم سفلي حدد لي العمود بالكامل، نرجع لكنترول باك سبيس طلع لي لفوق، تمام. بنحط فاصله منقوطه ما بننساها. انا عندي باللابتوب حكينا كيف بدنا نعرف الفاصله المنقوطه او النقطتين ضمن الدليل، فهي مكتوب هون فاصله منقوطه بعد الرينج. انت احتمال يكون عندك نقطتين. طيب هلا انا بدي اختار الكرياتي الكيتيريا اللي هو الشرط، نكتب على موظف، نضغط على فاصلة منقوطة. انتبهوا لازم يكون عندك 3 بنود ضمن هاي الخلية: الرانج، الكيتيريا، والسام رانج. بين كل بند وبند لازم يكون في فاصلة منقوطة. طيب السام رانج هلا بدي اختاره من المبالغ الواردة. كنترول شيفت سهم سفلي حدد لي العمود بالكامل، كنترول باك سبيس طلع لي لفوق، ضغطت انتر، اعطاني مجموع المبالغ الواردة لكل شيء اسمه موظف، تمام. طيب انا بدي اختار مثلا بائع الخضرة، بس ما حساوي الدالة لحالها. ليش انا اخترت كتبت هون ضمن الدالة، شوفوا كيف ضمن الدالة كتبت البي 6، البي 6 اللي هي موظف. ليش انا اخترت من هون؟ ما اخترتها مثلا والله من قلب العمود، ما كتبتها مثلا من هون، او ما كتبتها كتابه. رح نقول لكم ليش. هلا شوفوا ليش. عندي المبلغ هو 22,470. طيب انا هلا اذا كتبت بائع الخضره مكان الموظف، تغير عندي المجموع. ليش؟ هو اخذ لي الموظف
على انها هي الخلية، هي الشرط. فانا هون شو ما بغير بده يتغير عندي. هون مثل ما حكينا هي دالة تابعة او بيانات متغيرة، تمام. هلا انا لو هون كنت كاتب، لو اخترتها من هون، او لو اخترت كلمة موظف بقلب بدال مثلا هي البي 6، لو كتبت موظف كان عندي هون شو ما حكتب ما حيتغير عندي شيء. ليش؟ لانه هو اخذها كبيانات ثابتة، بدال البي 6 اخذ لي كلمة معينة. تمام حبايبي، لهون بنكون شرحنا دالة السم اف. خلونا نطبق مثال تاني. حنبحث هلا عن العامل، تمام. نضغط على يساوي السم اف، نكتب اول حرف تاب، وتاب. نجي نختار النطاق زي ما حكينا بدي اياها من ضمن عمود المهنه، كنترول شيفت سهم سفلي. كنترول شيفت سهم سفلي، كنترول باك سبيس رجع لي للاول. حطينا فاصله منقوطه، بعد منها بنختار الكتري اللي هي الشرط اللي نحن هنختارها للعامل، تمام. فاصلة منقوطة، بدي احسب هلا المبالغ الواردة، كنترول شيفت سهم سفلي، كنترول باك سبيس، حسب لي العمود بالكامل. اعطاني 47300 اللي هي المبالغ الواردة للعمال. لهون بنكون انتهينا، نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.